اليوم فتشت لي شغالة، شوف ايش لقيت معاه. ها فلوس، شوف ها ايش لقيت. قالت اني جوعانة باكلهم بالمطار. ها شعر، بسطة خيار، هذا ابوه قطن حقة الدورة، هذا ها شوف، هذا ابو شاي، شوف شعر مدهون، بوه شوفوها شعر مدهون. يا خواتي انتبهوا، معكم المفتشة، انا افتش شغالات سلملم. ايش اسم؟ كاكا. كاكا ايش؟ كاكا بس. ايه اندونوسي؟ ايه اندونوسية. ايوه ايش تسوي انت؟ جيب البيت. ايش تسوي؟ انا خطي هذه وصل من شروال، وسخ من سروال. ايوه بعدين هذه فيه دم. بس شوية يعني، خلاص دورة كله خلاص، ايه ما في في شوي لك دم. شوية، ايوه بعدين حطي بول شوي، حطي سوا سوا بعدين حطوا فيه، قهوة بس. تحطوا فيه قهوة بعدين يشرب كله بيت. ايه سوا ليش؟ سوا، انا ليش حطوا؟ يعني كله اصلا حبي انا. ايوه عشان احب خلاص. شوفوا خداماتنا، شوف شوف خداماتنا سوت بالمطبخ، شوف يوم النحر، شوف شوف كسرت بيتنا كله 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 كسرت. عن أمكم تخيلوا يا جماعة، تعرضنا للسرقة من الخدامة بالطريقة هذه. راح أوريكم الطريقة شلون، وانتبهوا منها زين وركزوا معي. طبعا المبلغ اللي معنا هذه 500 و500 و500، وهذه 200، هذه 1700 ريال. بعد ما لفتهم بهذه الطريقه جابت المعجون. وش سوت؟ تفك المعجون بهذه الطريقه، تحط الفلوس داخل، هذا الاول وهذا الثاني والثالث بهذه الطريقه، تدخله تسكر المعجون. والله يا ماما انا ما في، بس موجود معجون ماما، ما في موجود فلوس. حتى ممكن تبرهن لك وتجيب لك المعجون وتقول لك شوف يعني ما في فلوس، بس معجون اللي موجود، فلوس ما في ماما. تجيب لك الكريم هذا وتحط الكريم كذا، ماما انا ابغى هذا، ماما انا عندي ما في موجود سمسم هذا، ماما ما في موجود. تخيلوا ان دائما نشوف المنتجات هذه مع الخدمات مع السواقين ولا نحرص عليها ابد، وداخلها مبالغ ثمينه، ممكن احط داخلها ذهب، ممكن احط داخلها اي شيء. أنا مجرد ما يوصل ديرته بهذه السهوله يفتح من هنا ويطلع الفلوس بهذا الشكل. بعدين راح نفك الخمسمية بهذه الطريقة، راح تطلع معانا الخمسمية بهذا الشكل ما فيها أي شيء. هذه الخمسمية الثانية. طيب هذا المنتج الثاني راح نفتحه من هنا نفس الطريقة، راح نفتح ونطلع، مجرد ما نضغط من تحت بس راح تطلع لنا فلوس. هذا الأولى 100 ريال وهذا 500 ريال. ابد وبهذه الطريقه تسحب بدون فتح، راح تطلع لك الفلوس بهذا الشكل. هذه الطريقه الثانيه، هذه 500. فارجوكم يا جماعه انتبهوا 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 لهذه النقطه، احنا تعرضنا للسرقه من الخدامه بس نفس الطريقه هذه بالضبط. هذا مبلغ 2200 ريال كان موجود بالعلبتين هذه فقط، فما بالكم العلبتين هذه يمدينا احط فيها ذهب وقس على ذلك. اتمنى انكم تنشرون المقطع هذا للفائده.